إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أسأل الله أن يجعلنا من الفائزين ومن عباده المتقين، اللهم آمين. معاشر المؤمنين، إن الله قد شرع لنا أزمنة فاضلة تضاعف فيها الحسنات وتفتح فيها أبواب الرحمات، يتفضل الله بها على عباده بمضاعفة الأعمال الصالحة ويعطيهم على القليل الكثير، يغفر فيها للمستغفرين ويتوب فيها على عباده المؤمنين ويجيب السائلين. أيها الكرام، إن هذه الأزمنة تتكرر من عام إلى عام ومن وقت إلى آخر، منها شهر رمضان ومنها هذه الأيام العشر، ألا وهي العشر الأيام الأولى من شهر ذي الحجة والتي نعيش يومها الثالث. إنها يا عباد الله أيام فاضلة عظم الله شأنها ورفع مكانتها وأقسم بها، فقال سبحانه: والفجر وليالي العشر والشفع والوتر. فالليالي العشر هي ليالي عشر ذي الحجة، والشفع هو يوم النحر، والوتر هو يوم عرفة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل الصالح في هذه الأيام أفضل حتى من الجهاد في سبيل الله. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. أخرجه البخاري. وفي رواية أخرى: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. في هذه الأيام تجتمع أمهات العبادة، فيجتمع فيها الصلاة والصيام والحج والصدقة بالأضاحي والهدي وغيرها، والتي لا تجتمع في غيره. في هذه الأيام يوم عرفة، ذلك اليوم العظيم الذي أكمل الله عز وجل فيه الدين وأتم به النعمة وأنزل فيه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهو للحجاج أساس حجهم، قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. فمن لم يقف بيوم عرفة
فلا حج له. في يوم عرفة تجاب الدعوات وتقال العثرات وتغفر الذنوب والسيئات وتنزل من الله الرحمات. والعتق شامل لمن وقف بعرفة ومن لم يقف بها من أهل الأمصار من المسلمين. ولذلك صار اليوم الذي يليه عيدا لجميع المسلمين في جميع أمصارهم، من شهد منهم الموسم ومن لم يشهده، لاشتراكهم في العتق والمغفرة في يوم عرفة. إن هذه بشارة حق على كل مسلم أن يفرح بها. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. يشرع للحجاج في هذا اليوم الإكثار من الدعاء وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في هذه الأيام العشر يوم النحر الذي هو أعظم الأيام عند الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. في هذا اليوم أي في اليوم العاشر يوم النحر تراق دماء الأضاحي والهدي تقربا إلى الله عز وجل، وهذا من أفضل القربات وأجل الطاعات. فقد قرن الله عز وجل الذبح بالصلاة فقال سبحانه: فصل لربك وانحر. وقال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فينبغي للمسلم أن يستقبل مواسم الخيرات بالتوبة الصادقة النصوح، التوبة من التقصير في الواجبات، والتوبة من ارتكاب المحرمات، والتوبة من التقصير في شكر نعم الله علينا. فكم من نعم أنعم الله بها علينا قل أن نشكرها، وكم قصرنا في طاعة الله عز وجل وما تبنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فمن منا أدى شكر هذه النعم. ثم ينبغي على المسلم أن يغتنم مواسم الخيرات فيما يقربه إلى ربه ويرفع درجته في الجنة. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وأولى الأعمال بالاهتمام هي الفرائض يا عباد الله، التي أوجبها الله على عباده من صلاة وصيام وحج وزكاة وبر وصلة للأرحام مع ترك للمحرمات والمنكرات. فذلك أفضل ما يتقرب به المسلم لربه سبحانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه تبارك وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم يكثر بعد ذلك من نوافل العبادة وسائر الطاعات، فبها تكمل الفرائض وترفع الدرجات وتقال العثرات. ففي الحديث القدسي: وما يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله أن يكون رفيقه في الجنة:
قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. وفي رواية أخرى عليك بالسجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. ويشرع في هذه الأيام المباركة الصيام يا عباد الله لدخوله في عموم العمل الصالح. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم 9 ذي الحجة، وذلك لما في الصيام من أجر عظيم عند الله. قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. ويزداد أجر الصيام إذا وقع في هذه الأيام المباركة، إذا وقع في هذه الأيام العظيمة. ويتأكد صوم يوم عرفة لغير الحاج، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صومه فقال يكفر السنة الماضية والباقية. ومن الأعمال المشروعة في هذه الأيام المباركة الإكثار من ذكر الله بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وقراءة القرآن والاستغفار. قال صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتسبيح. وذكر الله يا عباد الله فيه أجر عظيم، وهو من أيسر الأعمال وأسهلها. قال صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى 2 ركعة كتب الله له أجر حجة وعمرة تامة. ومن الأعمال المشروعة في هذه الأيام المباركة التقرب إلى الله بذبح الأضاحي، ففي ذلك أجر عظيم عند الله، وهي سنة أبينا إبراهيم وشرعها لنا نبينا من بعده صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي. وقال أنس بن مالك ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الأضحية من غير عذر، فقال صلى الله عليه وسلم من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. واعلموا يا عباد الله أن للأضحية أحكاما وآدابا ينبغي للمسلم أن يراعيها، منها أن من أراد أن يضحي فإنه يجب عليه أن يمسك عن شعره وأظفاره فلا يقص منها شيئا من رؤية هلال شهر ذي الحجة إلى أن يذبح أضحيته. قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي. وهذا الحكم خاص بالمضحي ولا يشمل الأهل والأولاد. ومن أراد الأضحية يا عباد الله عليه أن يذبحها في وقتها المحدد شرعا، ويبدأ وقت الأضحية من بعد صلاة العيد. قال صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. ويمتد وقتها إلى قبيل غروب الشمس من اليوم 13 من شهر ذي الحجة. ومن أحكام الأضحية أن تكون خالية من العيوب المخلة بها شرعا. قال صلى الله عليه وسلم 4
لا تجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي أي الهزيلة. قال صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة دم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع عند الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. نسأل الله أن نوفق جميعا للعمل الصالح الذي يحبه الله ويرضاه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، رب الطيبين، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، عباد الله، إن أعظم الأعمال وأجلها وأزكاها عند الله في هذه الأيام المباركة هو حج بيت الله الحرام، الحج إلى تلك البقاع الطاهرة، إلى خير البلاد وأعظمها حرمة عند الله. وقد جعل الله عز وجل في الحج أعظم الأجر والثواب. قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أي ليس عليه ذنب ولا خطيئة. قال بعض العلماء: يتاب عليه حتى من الكبائر. وقال صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال ابن حجر رحمه الله: والحج المبرور هو الذي وفيت أحكامه ووقع على أكمل الوجوه، الخالي من الآثام والمحفوف بالصالحات والخيرات من الأعمال. وقال النووي رحمه الله: الحج المبرور هو الذي لم يخالطه إثم. وقال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر بالجنة. نسأل الله أن نبشر وإياكم بالجنة يا رب العالمين. عباد الله، حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من تأخير الحج مع الاستطاعة، حذرنا عن ذلك ومن ذلك أشد التحذير. فقال صلى الله عليه وسلم: تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في معيشته، تمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إلي لمحروم. عباد الله، أيها الكرام، هذه أيام مباركة عظيمة لنجتهد فيها قدر الإمكان. مضى يومها الثالث، ما بقي منها إلا أسبوع، فالله الله في الاجتهاد، في الاجتهاد فيها، فإنها فرصة لا نضمن تكرارها، فما ندري متى يأتينا الموت. واحذروا يا عباد الله، احذروا يا عباد الله التفريط والتكاسل وأن تشغلكم الدنيا عن طاعة الله، فإن في ذلك الخسران المبين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الموفقين ومن المسددين ومن المقبولين ومن المرحومين والمعتوقين. اللهم يا من أقسمت بهذه العشر، اللهم يا من أقسمت بهذه العشر،
ارحمنا يوم الحشر، واصرف عنا كل شر. اللهم اجعلنا من أعظم عبادك في كل حظا في كل خير تمنحه، أو رزقا تبسطه، أو ضرا تكشفه، أو بلاء ترفعه، أو رحمة تنشرها. اللهم اكتب لنا كل خير. اللهم ارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اغفر يا ربي ذنوبنا واستر عيوبنا واقبل توبتنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم سلم الحجاج والمعتمرين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام احفظهم بحفظك. اللهم وفق يا حي يا قيوم كل من قدم وخدم الحجاج والمعتمرين، اجزهم خير الجزاء. اللهم ضاعف لهم الأجور يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا. اللهم أصلح أحوال المسلمين، وانصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، وانصر جنودنا على الحدود. اللهم أعطنا ما تمنينا وفوق ما تمنينا من خيري الدنيا والآخرة. اللهم دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.